السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحاب تقالي هواين سلامي وأول شيء عن بيب فاشون ما شاء الله تبارك الله. أصحاب تقالي محل هاي سود دوادة وأول شيء قايدي مطه عاوه وح ما شاء الله الله يقص عطسي يا أصحاب تقالي يقص عطسين وأوضع عاوه ما شاء الله ترى وحاسم حين قدرنا أصحاب تسوقته وح يقص عطسين ضد كسوي ديين أو صابعين وصدقين صابعين وأجهين دتك لايف إيوي دي أنت أيضا وس أجهين مركز حرب تقالية ما شاء الله وحكومة تنتهين سد ولكن إنه قرب تنتهين مروبه مرتين أني كم حد عليهم مركز توم حياة أصحابي كم دالو أفكينه كم دالو أنا مركز توم قرب كي تنتهين فهمتين أو إسوس صبت قرصان ما شاء الله أو أني قرب كي تنتهين أصحابتي لأنتين أوار وايدين دهاي إلهي خير بدن هاي بسيو أصحاب تقالي إيه هذا محايدين برايا أصحابي إن يهذا اللي نكو دالينين حاجة كايدين برايا مادام آيدين كلي يكسو عصتين أصيغن أو إيدا هاي عاوة جانا الكاي وعسون مركا ما شاء الله أصحاب تقالي إيه مركا بعد ديار سيدي وعويري فيديو واحدة مركا ديار سيدي هلا جسدي وع هذا الغرفة كجراء أصيغي أو وعا أصيغي برا برا شو ناكسن أصحاب تقالي إيه مركا فيديو ما شاء الله دمسته أصلا مركا ما أقاني إنه جيدة أو كأو كأني أي أحد مشي النص ده هاي وشيك حاجة محل ده هاي أصحاب ده ما دام يبسو ويدين وشيك وكبار أصحاب ده كبار عليه مرو بو طلع الهايان أدي حتى هم قومية ولي قوان ده هاي إن محل ده هو يا هاي المهي ستو ما شاء الله المهي ذكر ستو حاجة كده قربتها لهم حتى تتصالي هم حاجره محام حاجة دي وقرب تاني محاوش قيانة ساعة مركو حان رهي مرو بوحا وقصبان هاي إن حاجة دي رجليو وقرب كيس استاغو مفهمتين مركز حاد تقالي إيه إنت محال لها إيو تاقرسن وما تنتين إنت إيو تاقرسنين وما تنتهين مرك ما شاء الله وإن برا يا هدرتان يا هدل كيدين كبادينين مادام أساق أصو قرطي وصدا هاي مركز طبو قبل كريد الفيديو دوبتاي أصحاب تدن السلام بل مركز تو واي ودي دي اس غرب كي قلت اغان خو دي دي هما لهن اصحابي مركا ادين كان اسكبرتا هي سو دو هي كان كي وكنا وادو هي وما سنت هاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وادين سلامي اصحاب تاع انا بي فاشون وانا نجعل هذه عاوة ان محل دها ان سلام اصحاب تاع مدام مركز تكرغات اي سو دكتو فيديو ان وما سنتين سو دوادا برشو ناكسن ان كلي اصحابته واح بدن يعني جعلينا مركان كهر ان برتو لكن ان شاء الله ان شاء الله قدرت عاوى ايهد سو دوادا سو دوادا مركا برشو ناكسن ما سنتين اصحاب تقالي قلت ذلك لو حاني او كدح قال هذا الكيسة مركز طاو فيديو اش اذين لسو دوبو جري أما سيدي نقطو دراك عروف سيدي نقطو هذا نقول له تسونك علاشة وحيابها الوقت كي يجر كسيدي محلاي قفك علاش كفكتو حتى أورك الهيرين وحيابها سأل مركا أني أني إيسو دوب جر مارتين وحو أصغي نوك يعني أما محيها تتقرب كينو كنت أغيه إهد مهي أني قف هوي الماس تقوريس كجوكتو وحر رير طلع هاي مركز تو فيديو كستو قروح بدر من نلسو شير قريب أصغي محيها تود كدن بيه مركز اسكبرت أصحاب تقالي إيه لك صحابته ما قاعد مشيين ما دام يعوق وعصبته فيديو هذا وبتد صح مركب صحابته محي محي كل هاي المركب مسوي على ما يقول هاي صحابي برشون ناكسين وان هالمامة ما قاعد انا شيغو رالي كنقطة نعبو قادر على إرادة ما شاء الله وانا المحل ده صاحب كات اما حاجه كده سيده وتقانيم marka kulay ama musay jumlad faruq si aan ku sheegay ama musay inta qafkii ba si u taqaano sax marka maxaa la soo dhawaada insha Allah waan sheekaysan doonaa waan asbara doonaa intaan hadal ku ka badan doonaa insha Allah inkasta aan jecelin video ma jecel asxaabi haajigeegi laakin dadka ayaga bi qaran dad badan ku qaran ma aha asxaabta kamid ee dukaan ku yimaadeen anoo maqan anba anoo umul eh oo ku dhahay canaba rabnaa hadii aweynan haajigeeda rabnaa وراها مركز أنا جواي أنا إذا إذا جوا حلال وحاربتين مركز إذا سو عن حلال عن بهاي لمركز يعني لمركز وحوس كي على يوتيوب كمان
marka lambarkaygana asaga dukaanku yaala, dukaankan asaga jooga maho, dukaanka lambarka saaga ka qabanayo, waxay dhahayaan qofkaasaa naga qabtay see camal. Marka haddaa dhaho xaajigaaga waa haye, asagaan u adeegayo see wax kasto anaga u baahanaa, waxaa imaanaysa hooyo uur leh oo haddana aqoonin dharkii dhinacee kasoo marto, marka wuu ka caawinaa. Markaas dadkaasoo kale see u aragtaa. Maasha Allah, kastamarka waa soo dhaweeyaa, waana jecelnaha kastamarkeena. Soo dhawaadaan leenahay, wax kasta oo baahan tihiin waa diyaar. Maasha Allah, waa mahadsan tahay. Marka hadalka badanna kugu daalay, ma fiican, waa xishoo ku sameeyay. Markii igu horeeyay fiidiyowga xishoo jiray, laakiin hadda caadi aan noqdo, dadka isha fadka geliya. Waa sax, aniga ma jecli hadalka badanna, ma jecli fiidiyowna kama heli, laakiin waxaan ku qasbanahay inaan dhiirigeliyo. Inaan dhiirigeliyo oo waayo xaaskayga inaan dhiirigeliyo iyada siday ii dhiirigeliso si lamid ah inaan dhiirigeliyo. Marka saxaabey, waxaan kaloo rabaa caawa inaan idin sheego wax kale aan ugu talagalay oo farxadeeda ka mid ah inaan ku farxiyo oo aan wax u hagaajiyo aan ugu talagalay asxaabtana ay nala ogaadaan. Hadana ku tusin doona insha allah waa arkaysaa. Marka waxaan rabaa wax badan maahan, waa iska wax yaro fudud, laakiin video la isku ogaay. Marka waxaan rabaa inaan si lama filaane oo ayada iisan ogeyn inaan ugu diyaariyo. Marka idinkana nala daawataan oo farxadda aad la qaybsataan. Maya, sax waa. Marka saas ayaan jeclahay insha allah haduu ilaah yiraahdo. Aniga war badanna ma jecli, waxaan jeclahay in yar kaliya aan soo koobo hadalka, ma garateen? Marka ha ila yaabina, haddii hadalkayga uu yaryahan yaa la ila yaabin. Marka insha allahu waana la bara doonaa, oo cid kastaba qof la dhalato ma jirto hadalka, qof kasta oo hadasho iyo qof kasta oo barnaamijyo keento way bilowga sidaanay u dhibtoota. Marka insha allahu waana bara doonaa haduu ilaahay yiraahdo. Marka haddana caawa wixii aan ugu talagalay xaaskayga oo farxaddeeda ah nala ogaada, waana insha allahu waa arki doontaan hadiyad qatar ah, ma garateen? waxaan jeclaa moogtaan hadiyad, waa jeclahay. Marka asxaabey waa idin sheegay, waxaan dhahay maxaa lahay qofka marka wuxuu ogeyn looge aad u farxisaa. Aniga ma isdhaheen caawa wuxuu ku keenaa, laakiin waxaan u malaynayay inuu idinka idin salaama maadaama oo dha video noo diyaari. Marka wax isku xirxirtid isoo wac asxaabta isbarnaynaa, laakiin ma aqaani hadartaan ama been lay tahay, macquul waayo waa arkeena, laakiin waa arkeena wuxuu noo wada arkeyna, wada arkeyna idinka, adiga kaliya arki maysid, anaga dhan wada arkeyna insha allah. Waa arkey alo, waxaas maxaa hay asxaabey baa sugoonaa waa baxay, ma aqaan qolku aaday wuxuu keenaayo, bal arkeyna. Marka ma ogi inay been tahay macquul ee bac ehel iska noq keeni doono, ugu arkeynaa insha allah. Waa imaadeen saxaabey, waa tan alaarka hadiyada qaaliga ah halkaanay ku jirtaa. Ana maasha allah waa macaan, aan kugu talagalay hadiyadan. Asxaabey waxaan idin sheegaa, marka hore horta canab waa ana qof ugu qaali ah oo maxaa la dhahaa xaaskayga ah, jecelkaygana ah. Micnaha waxaan jeclaystay inaan dhiirigeliyo, maadaama ay dhiirigelisay ay garabkayga taagan tahay mar kasto habeen iyo maalin. Anigana waxaan u talagalay hadiyad qaali ah inaan tusiyo, aan u keeno oo farxadda la qaybsado. Oo maxaa la dhahaa, kulli hadiyadda waa la furayaa, waana arkaysaan insha allah. Marka canab waa garabkayga, waxaana jeclahay mar kasta inaan dhiirigeliyo, ayadana way dhiirigelisaa. Maxaa la dhahaa, mar kastana waxaan jeclahay inaan farxaddeeda ka shaqeeyo, haddana caawa arkaysaan. Kulli asxaabta canab waxaan jeclahay inaan farxadda la qaybsataan, caawa soo dhawaad. Maasha allah, buu maasan tahay, aad iyo aad umaadsan tahay. Fiira adiga, saacad miya, farfuun miya, saacad miya, mogi wax kartoon dheer waay. Haddii rabo kartoon mafan lagu soo xiraa meesha moogtee. Wala maasha allah, waa qurxan tahay dhexdeeda, laakiin wixii kasoo bixi doono yaw asxaabey waa furaynaa.
بدون فقصر أنا هذا لك بوسو ده ما 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 هذه فيري هذه و هديت أو أبو كان آه قفاج عش هديت أبو كان معناتها والله يا حتى حبت حنجة تعطي مرت رسول كان صلى الله عليه وسلم وحودي هاي وحسكو هذه ورسي أسكو جعلاتي وتكدي وحسكو إيه حتى إيه وحان أنا مفر كل محافظ على هذا وأقول ما هاي أصحابي صار لي أشكر فاضية كون و بعد وافر مطين بس وقت ما راح تنسى أصحابته صالي بعد وافر انت حاكوك مرة أوبو موبيل والله موبيل أب أجعلها ما شاء الله صحابي من تحت أبسي قلينا أوبو وحكا لنت أمي أبوك صباحا لكن ماشي نتهم ريال بدنا خسرنا مجيزة هدية التوسي هدية أصحاب قالي ما تمام يا واللي جي حتى من قادنا كل ثلاث ثانية يا واللي جي حتى ما أكل بيصمر حتايا الله يا وك الله يا ما شاء الله تبارك الله وقدرته عاد هذا ما يقول لك ايش اسحبت ما كبرنيس كان هداك مسوت او سلام تخانه يا تلف الجبن نص ده يا كافي هداك مسوت كن ما تسوي عشب لم تحكي كل يوم جديد يا انت ما حكوا جرو ايفون كيسه ايفون كيف كتير انت ايه حاكو تر جاجر كيسة ايه مدي حجاجر كيسة كم محاول اربا دا محاول كم كيلو بسو سارة سمكار ها اصابة مية ميرا اللي سوتو تو كتير عجب وما شاء الله تبارك الله اصحابي وقرتين حواركتان هدية دا مرك قف كستو أو محل بها كامودن إن هدية لسيو أنا قف كي كامودن هدية إن لسيو وقف كي يجوه الرأي وأنك ما شاء الله وبعيد تاليه إن حامو تلقى لي إن كدو بتو إن أصحاب تيدا محل ده وقف كستو بين كوه كست فيديو أشياء ده وتليفون لو تلقى لي دو بيستا كفي عن أفر كاميرا أولية هاي لايف كوفلي ها لايف كو قال ان لغا قال هذا هو في عيني و التليفون قد كو في عن انترنت كو في عن ما شاء الله قفكم مركا جعش هديه قاريه لو جايه ما شاء الله صدرت ان وحان جعل استعاوى اصحاب تعن بيبي فاشيون مركا برنايو ان ان هديه قاليه وان حبيبتي وكينايو ان ان حال دها ان كو برتو اصحابي سو دواده كل عيد ان كالي دونتو ان هديه كيو فرحده انت الى اقتاي يو محل دها انت صور دم بعيدة أصحاب تشيك دونتو صور دو هذا وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب حبيبي أما سنتهي أيها أصحابته أصحابته لشير قري لشير قري أصحابته ما شاء الله أصحابي أصير مدالين هاي هادو شقدك السوفي دون فانتين ما شاء الله تبارك الله عاو فرحة فرح سنها فرح يا مش أسوك البلاريبو فرحة عاو فرح سنها ولي ما أركلي ما شاء الله تبارك الله أصحابي موبايلك سكروح لبضنو إيكياني إذن كان فرحادي إلا وذاقة وحاتيين فريندز كيغة وحاتيين فاميل كيغة هذا إذن جعلها أصحاب تقالية قفا نعبها مجرد أصحابي قفك إجعل نوان جعلها قفك إنعب نوان جعلها ما فهم ذين حتى قفك إنعب حتى من عاي وان جعلها وأولا الكي إسلام وأولا شي ذي مارك أصحاب تقالية هذه هذه ومهتسيها الصغنة إذن كنوا مهتسن تهين سيدي وناكسن ومحلها أو إيدي ركتسن ومقرب كيك أبتاقن تين أصحابي ما شاء الله تبارك الله هذا البضني هان بوحيو أصحاب تقالية تاذا كلنك أصحابي محيدين شيقايا جانا العسوا فورني ولوغو مقعدري أيام بلن
marka saxaabi ha la soo booqdo jarnalkaas, hana la soo sabood gareeyo, hana la soo dhiirigeliyo. Marka fiidiyowga ugu horeyna insha allah beriyaa soo geli doonaa, wuu cusub yahay, weyga furayahan, laakiin waxa fiidiyo ma soo gelin xoogaa, waayo laska mashquulsanaa maalmahan. Marka asxaabta qaaliga ah, jarnalkaas waxaa iska leh canab beeb fashion, gabadheeda yarta ayaan bilan yarise oo habarteed loogu magac daray aa iska leh. Marka asxaabay idinkaleh soo booqda, hala soo dhiirigeliyo gabadha yarta, markay barbaarto jarnalkeeda la barbaara la rabo, ma fahamtiin? Asxaabta qaaliga ah, waana idin jeclahay. I love you. Bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.